وللمزيد من التحليل والنقاش ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ شادي محسن الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ شادي، ونتابع معك بالتأكيد هذه المذكرة والمرافعة المصرية يوم 21 فبراير الجاري، هتكون فرصة بكل تأكيد لتوثيق الرؤية المصرية تجاه كل ما يحدث في الأراضي المحتلة. ما الذي ستتضمنه هذه المرافعة والتي تدين إسرائيل بكل تأكيد؟ طبعا في البداية أنا حابب أبارك وأهني القوات المسلحة المصرية عن إفراجها عدد كبير من الوثائق الموصوفة بالناصرية للغاية الخاصة بنصر عظيم نصر 6 أكتوبر يعني. فورا أنتقل بقى للفكرة بتاعت الدعوة اللي قدمتها مصر لمحكمة العدل الدولية والمرافعة يعني. مصر اختارت ملف مهم جدا، هو ملف المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء في الضفة أو في القدس أو وطبعا بقية الاحتلال الخاص بقطاع غزة، لأن كلمة المستوطنة أو هذا الملف المهم جدا 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 بيضرب عمق إسرائيل، بيضرب الأساس الأيديولوجي اللي قايمة عليه إسرائيل، لأن هي قايمة على فكرة احتلال، فبتوظف الاحتلال عن طريق بناء المستوطنات وانسحاب الإسرائيليين من الضفة الغربية وإخلاء المستوطنات. ده كده بيقر بفكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وذات ارتباط جغرافي طبيعي يعني. الملف في مصر حاملة فيه كم هائل جدا من المعلومات والخبرة والأرشيف والتاريخ الطويل جدا اللي مصر تقدر ان هي تغذي وتعزز به مرافعتها يوم 21 فبراير. وعليه انا بشوف ان الرأي الاستشاري بتاع مصر يوم 21 في محكمة العدل هيبقى تقريبا اهم رأي في مجموعة الدول اللي هتقدم آرائها. الامر الثاني انه حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في إقامة دولته يستلزم انه يبقى فيه اخلاء للمستوطنات، انهاء للاحتلال، وده معناه بعبارات بسيطه جدا ان مصر بتكمل وقفها التاريخي بجانب الشعب الفلسطيني. احنا بنقدم الواجب اللي المفروض يتقدم للشعب الفلسطيني اللي بيعكس الراي والمزاج العام الشعب المصري والوطن العربي ككل. نعم. النقطه الاخيره بتقديري في زخم، في خطاب سياسي جديد في واشنطن وفي لندن وهيكمل في بقية دول المجتمع الدولي، انه من المهم جدا ان احنا نبدأ نفتح ملف إقامة دولة فلسطينية عشان ننهي بقى تماما ونحط فصل اخير لسلسلة بقت سخيفة الصراع الفلسطيني الاسرائيلي دوت واستمرار الاحتلال الاسرائيلي للدولة الفلسطينية. وعليه انا بشوف ان مصر بتكمل في هذا الزخم مهم جدا. مصر مش بتكمل ما بدأته دول أخرى، لا، هي بتكمل ما بدأته هي مصر نفسها في كثير من المناسبات. وهذا يؤكد أيضا على خصوصية مصر والمذكرة المصرية وأيضا المرافعة المصرية زي ما حضرتك ذكرت، من بين كل الدول اللي هتتقدم بمرافعات في هذا الشأن فيما يخص ضم أراضي والاحتلال المستمر لأكثر من 75 عام. ما هي أفضل السيناريوهات في رأيك لهذا الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من العدل الدولي؟ ده اللي قصدته بالظبط، انه مصر عندها كم هائل جدا من المعلومات والخبرة اللي هتتقدم في المرافعة وهتتقدم في الدعوة بتاعتها، وعليه بقية الدول هتاخد من هذه المعلومات وتاخد من هذه الخبرة المصرية. فأنا بشوف ان اول محدد او اهم عنصر في السيناريو هو ان بقيه الدول هتبدا تستشرف يعني تقرا الرؤيه المصريه وتبدا تستلهم الرؤيه المصريه في مرافعتها يوم 21 فبراير وتكمل عليها. بشوف ان في هتبقى دول كم هائل جدا من الدول هتكمل في مرافعتها ديت وهتدين اسرائيل وهتندد بسياسه الاستيطان في الاراضي الفلسطينيه المحتله. وعليه بشوف انه في الاخر هيبقى في راي استشاري موحد تقريبا وتوافقي على انه فعلا استمرار اسرائيل وسياستها الاستيطانيه في الاراضي الفلسطينيه المحتله هو اهم عنصر في استمرار الصراع الاسرائيلي الفلسطيني وعدم استقرار الامن الاقليمي اللي هيوسع رقعه الصراع حتما. يعني هي مصر كمان مكمله في هذه السياسه لان هي
متخوفه جدا، وكلنا متخوفين من اتساع رقعة الصراع، وبالضروره لازم ان احنا نكمل في سياسه اداره اسرائيل، ولكن عبر المؤسسيه. انا بشوف ان هذه المرافعه بتدلل على مبدا مصر الثابت، ان المنظمات الامميه لسه لها دورها الانساني القوي ونقدر نعول عليها. طبعا ده رهان مهم، ولكن ما هو افضل سيناريو لهذا المسار القانوني؟ طبعا هذه الفتوى ليست ملزمه ولكن لها قيمه اخلاقيه وقانونيه بكل تاكيد، ما هو افضل السيناريوهات للتعامل مع هذه الفتوى؟ انا بشوف ان محكمه العدل الدوليه هتاخد الراي الاستشاري اللي مصر هتقدمه ودول اخرى هتقدمه، وفعلا هتطلع قرار محكمه بعد، في طبعا قرار محكمه استشاري وقرار محكمه اللي هو الاساس النهائي. انا بشوف ان توافق القرار المحكمه الاستشاري مع قرارها في الاخير والفيصلي يعني. نعم، انا بشكرك شكرا جزيلا. كنت معنا عبر الهاتف الاستاذ شادي محسن، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه.